كتاب الرياضيات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول. هنبدأ إن شاء الله بحل الفصل الأول القيمة المنزلية، وحيكون عندي إن شاء الله التهيئة الصفحة 12. هنحل إن شاء الله مجموعة من التمارين من السؤال الأول حتى السؤال 17. هيكون عندي إن شاء الله السؤال رقم 12: ذهبت منى وعائلتها إلى إحدى المجمعات التجارية. ثم هنحل بقية التمارين قبل ما نبدأ إن شاء الله بالدرس الأول. الدرس الأول الجبر والأنماط العددية صفحة 13، وهنحل إن شاء الله تأكد الصفحة 14. هيكون عندي إن شاء الله من السؤال الأول حتى السؤال السادس: أتحدث؟ أقرض أنني بدأت بالعد القفزي. ثم أتدرب وحل المسائل الصفحة 15، أحدد النمط ثم أكتب العدد المناسب في الفراغ أو المربع المناسب. هنحل إن شاء الله مجموعة من التمارين الصفحة 15 من السؤال السابع حتى المسألة رقم 17 الصفحة 15، وبعدها هننتقل إن شاء الله إلى مسائل مهارات التفكير العليا في نفس الصفحة الصفحة 15. هيكون عندي سؤال الأخير سؤال 22. ثم هننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني مهارات حل المسائل وحل المسألة الأولى الصفحة 17. ثم هيكون عندي إن شاء الله المسألة الثانية في نفس الصفحة: أفرض أن ارتفاع الشجرة الكبيرة 8 أمتار. هنحل إن شاء الله وتحقق. ثم المسألة الثالثة في نفس الصفحة الصفحة 17. ثم هيكون عندي المسألة الرابعة إن شاء الله أرجع إلى المسألة الثالثة وتحقق. ثم أتدرب على المهارة الصفحة 17، هيكون عندي مجموعة من المسائل من المسألة رقم 5 إلى المسألة رقم 10: أفهم ثم أخطط ثم أحل ثم أتحقق. مهارة حل المسألة الصفحة 17. هنحل إن شاء الله المسألة رقم 9 صفحة 17. ثم تكون عندي إن شاء الله المسألة رقم 10: أوضح كيف تساعدني الخطوات الأربعة على حل المسألة ثم أستكشف الصفحة 18. هنحل إن شاء الله تأكد الصفحة 19. هنحل إن شاء الله مجموعة من التمارين من التمرين رقم 2 إلى التمرين رقم 8. أكتب هنكون عندي إن شاء الله مجموعة من الأعداد. أكتب العدد الذي يمثل كل نموذج فيما يلي. سؤال الثامن: أكتب أوضح كيف تساعدني النماذج على فهم الأعداد. هيكون دي الدرس الثالث القيمة المنزلية ضمن الألوف. هيكون عندي إن شاء الله تأكد الصفحة 22. هنحل إن شاء الله مجموعة من التمارين. أكتب كل من الأعداد التالية بالصيغة القياسية: من السؤال رقم 1 إلى سؤال رقم 10 أتحدث. ثم أتدرب وحل المسائل في نفس الصفحة الصفحة 22. هنحدد إن شاء الله وهنسمي منزلة الرقم، ونحول إن شاء الله الأعداد التالية بصيغة التحليلية واللفظية. ثم مسائل مهارات التفكير العليا الصفحة 32. ثم تدرب على الاختبار في نفس الصفحة الصفحة 23. ويكون عندي إن شاء الله الدرس الرابع القيمة المنزلية ضمن نشرات الألوف. هيكون عندي تأكد الصفحة 25. هنحل إن شاء الله التمارين من التمرين رقم 1 إلى تمرين رقم 10. هيكون عندي أكتب كل الأعداد التالية بالصيغة التحليلية وبالصيغة اللفظية. ثم هيكون عندي إن شاء الله أتحدث السؤال العاشر. هننتقل إلى الصفحة 26. أتدرب وأحل المسائل. هيكون عندي إن شاء الله اسم منزلة الرقم الذي تحته خط. هنحل من السؤال 13 حتى السؤال 32.
لدي مجموعة من الأرقام، هنسمي إن شاء الله منزلة الرقم ثم أكتب قيمته. الصفحة 26، سؤال 30، ثم هننتقل إن شاء الله بعدها إلى ملف البيانات الصفحة 27، وبعدها ننتقل إن شاء الله إلى مسائل مهارات التبكي العليا في نفس الصفحة، ثم ننتقل إلى اختبار منتصف الفصل الصفحة 28، هيكون عندي إن شاء الله السؤال الثالث: وفر هشام 37 ريالا، هنختار الإجابة الصحيحة. السؤال السادس: اختبار منتصف الفصل الصفحة 28، هيكون عندي مجموعة من التمارين من السؤال الأول حتى 15 اكتب، ثم الدرس الخامس مقارنة الأعداد، وحيكون عندي إن شاء الله تأكد الصفحة 31، هيكون عندي من السؤال الأول حتى السؤال 6 مقارن وضع أكبر أو أصغر أو يساوي، ثم أتدرب وأحل المسائل مقارن بوضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي صفحة 31، ثم أقارن وضع الإشارة المناسبة، ثم حيكون عندي إن شاء الله المسألة رقم سؤال 14، ثم 15 جامعة آمنة 1200 طابع بريدي. مسائل مهارات التفكير العليا في نفس الصفحة، الصفحة 31، ثم تدرب على الاختبار الصفحة 32، ثم مراجعة تراكمية في نفس الصفحة الصفحة 32، هيكون عندي مجموعة من الأرقام، هنسمي اسم المنزلة التي تحتوي خط ثم قيمته المنزلية، ثم السؤال 28: حد الأنماط اللي يمثل الطوابع التي جمعها سعيد، ثم هننتقل إن شاء الله إلى ترتيب الأعداد الدرس السادس، تأكد الصفحة 34، هيكون عندي إن شاء الله مجموعة من التمارين حتى التمرين رقم 7 أتحدث، ثم أتدرب وأحل المسائل الصفحة 35، هنرتب إن شاء الله الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، ثم هنرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، يكون عندي السؤال: اشترى أبو أحمد ثلاجة وغسالة وفرنا فأيهما أغلى ثمنا؟ يكون الإجابة الصحيحة هي الثلاجة. مسائل مهارات التفكير العليا في نفس الصفحة، الصفحة 35، ثم أكتب إن شاء الله، هيكون عندي سؤال 20، ثم هننتقل إلى التدرب على الاختبار، اختيار الإجابة الصحيحة، ثم مراجعة تراكمية وقارن بوضع أكبر أو أصغر أو يساوي، الدرس السابع صفحة 37، ثم هيكون عندي إن شاء الله تأكد الصفحة 38، وقرب كلا من الأعداد التالية إلى أقرب 100، هيكون عندي إن شاء الله مجموعة من الأعداد أو الأرقام صفحة 38، ثم أتدرب وأحل المسائل صفحة 39، ثم هننتقل بعدها إن شاء الله إلى السؤال 15-16، ثم نحل بقية التمارين وقرب كل الأعداد التالية إلى أقرب 100 حتى السؤال رقم 26، ثم بعدها هننتقل إلى المسألة رقم 27، القياس 28، ثم مسألة رقم 30، ثم مسائل مهارات التفكير العليا صفحة 39، تأكد بالدرس الثامن التقريب إلى أقرب ألف الصفحة 41، يكون عندي إن شاء الله مجموعة من الأعداد أو التمارين صفحة 43 أتأكد، ثم تحدث السؤال السادس، أتدرب وأحل المسائل الصفحة 43، نقرب كل من الأعداد التالية إلى أقرب ألف، هيكون عندي إن شاء الله أتدرب وأحل المسائل صفحة 43، مسائل مهارات التفكير العليا في نفس الصفحة، الصفحة 43، سؤال 16
اكتب، ثم التدرب على الاختبار. الصفحة 44، أي الأعداد التالية يمثل تقريب العدد 549 إلى أقرب 10. ثم مراجعة تراكمية في نفس الصفحة، الصفحة 44. ثم هيكون دي اختبار الفصل الأول، الصفحة 45. هيكون عندي مجموعة من التمارين، نضع إن شاء الله علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الغير صحيحة. ثم ننتقل إن شاء الله إلى حل بقية التمارين. اكتب العدد بالصيغة التحليلية وبالصيغة اللفظية، اختيار من متعدد. السؤال رقم 10، اختبار الفصل الأول، الصفحة 45. هنحل أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، ثم أقرب إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100 وإلى أقرب 1000، ثم اختيار الإجابة الصحيحة ويكون جواب 2. ثم الاختبار التراكمي، صفحة 46. هنحل إن شاء الله السؤال الأول والثاني. السؤال الثالث صفحة 47. السؤال الرابع، اكتب الصيغ القياسية للعدد الموضح في جدول القيمة المنزلية أدناه.